السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج صوت بلدنا قناة الصحة والجمال، في حلقة جديدة من حلقات برنامج صوت بلدنا الصوت الذهبي على مستوى مصر والوطن العربي. معي ومعكم النهاردة صوت من الأصوات الجميلة جدا اللي سمعناه على مدار أسبوعين على صفحة برنامج صوت بلدنا من خلال المنسق الديني الأستاذ أحمد فتحي الشرقاوي. النهاردة معايا القارئ الشيخ محمود سرحان، معلم التجويد بالكتاب الشيخ الحصري رحمة الله عليه بمدينة 6 أكتوبر، مواليد كفر المدينة، منشأة أبو عمرو ومحافظة الشرقية. النهاردة إن شاء الله بنحاول إن احنا نجيب أجمل الأصوات لبرنامج صوت بلدنا من خلال برنامج صوت بلدنا. أهلا بك مولانا. أهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بخير. منورنا النهارده في اول حلقه والله. الله يبارك فيك، الله يكرمك. اخر حلقه باذن الله تحت امرك، الله يبارك فيك. الاستاذ احمد فتحي الشرقاوي بنقول لك شكرا جزيلا على الصوت الجميله اللي انت بتجيبها هنا في برنامج صوت بلدنا قناه الصحه والجمال، وان شاء الله القادم افضل برضه باذن الله، يعني باذن الله تعالى في مفاجاه ان شاء الله برضه قريبا باذن الله. باذن الله. مولانا الشيخ محمود الحصري، انت معلم التجويد في كتاب الحصري. النهارده محمود سرحان عاوزين نعرفه اكتر من خلال برنامج صوت بلد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا بشكر حضرتك على الدعوه الكريمه، استاذ احمد فتحي برضو بشكر حضرتك على الدعوه الكريمه. موضوع التعليم في التجويد في كتاب الشيخ الحصري ده كان انا كنت في الجيش، فجت يعني كنت بصلي امام في المسجد، فبعد ما خلصت الصلاه فلقيت حد بره بيقول لي كلم ناس عايزينك، فطلعت فلقيت يعني ثلاث حجاج سيدات يعني محجبات، قالوا لي احنا من دار الحصر وسمعناك، هم المسجد ليه مصلى حريمي، فقالوا لي صوتك جميل جدا بس عايزينك تتقن الاحكام كويس والمخارج كويس، فعايزين تتواصل مع دار الحصر في 6 اكتوبر وتروح هناك تعلم وتتعلم. فدي كانت بدايه انني اعرف احكام التجويد واعرف اسمع الشيخ الحصري كويس واحكيه كويس. فبفضل الله يعني رحت وخدت سند هناك وبدانا ان احنا نعلم الاطفال بالاحكام. يعني المقطع اللي اصبح ترند في مصر والوطن العربي وفي العالم الاسلامي اللي خد اكتر من 6 مليون مشاهده، عاوزين نسمعه للمشاهدين من خلال برنامج صوت بلدنا. حضرتك تقصد مقطع الشيخ سيد سيد؟ تمام. اتفضل. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى بسم الله ما شاء الله. الله الاتقان يعني كاننا بنسمع الشيخ سيد سعيد. الله يكرمك. طبعا الشيخ محمود سرحان تربى في بيت القران وحافظ القران في سن صغير. تمام. تحب تشكر مين من خلال برنامج صوت بلدنا، ومين اللي واقف جنبك، ومين اللي بسندك دلوقتي، ومين المشاهير اللي انت بتحب تسمعها، ومين مثلك الاعلى في القراء؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى، شكر لله اولا. الحمد لله. ثانيا لامي وابويا والدي والدتي. انا كنت صغير في سته ابتدائي، فكنت دايما بقفل على نفس الاوضه واقرا، فوالدتي سمعتني قالت لازم تحفظ قران. في شيخ عندنا في البلد اسمه الشيخ مجدي النجار، الشيخ مجدي رحت حفظت عنده، فهو اصلا قارئ، فحبيت صوته وحبيت انني احكيه. مع الايام حكيته، ففي لي ابن عم اداني شريط لسيدنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي كان في صور الشعراء. انا كنت بدخل الاوضه بشغل الشريط واقعد جنب الشريط واسمع الشيخ عبد الفتاح. فهو الشيخ عبد الفتاح الطاروطي اثر فيا جدا برضو بعد الشيخ مجدي.
وبعد كده سمعت عن مولانا الكبير سيدنا الشيخ محمد النيسي رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. فجت من هنا يعني انني اقرا يعني ليه الفضل علي بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الشيخ مجدي ان انا اقرا قران وابقى صوتي كويس يعني. من اللي في المقرئين ان انت بتحب تسمع لها اكتر؟ كل واحد ليه لون معين وليه مدرسه معينه. تمام. يعني الواحد عايز يسمع قران بصحه قوه حزن جمال هو سيدنا الشيخ الليس رحمه الله عليه. اما الواحد زي ما بيقولوا السلطان وهو بيسمع هو سيدنا الشيخ سيد ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. والشيخ عبد الفتاح الطاروطي ربنا يا رب يبارك فيه ويجزي عنا كل خير. الشيخ عبد الفتاح الواحد لو تعبان في سريره وسم هو بيقرا الفجر في الاستعاذه بتاعته هو مسمينه قراء الفجر كروان الفجر. انا النوم بيطير من عيني. بقوم على طول امشي اروح المسجد على طول. صوته مميز ونبرته طبعا. مفيش نبره خامة الصوت نفسها ما نادرت لا حد بيجيبها. تمام. هو مفيش حد بيجيبها ولكن معظم القراء بيجيبوا الطريقه بتاعته. طب عاوزين نسمع من حضرتك صوت الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه. الشيخ مصطفى اسماعيل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون وعائلة الطاروطي بمحافظة الشرقية. بسم الله ما شاء الله. عاوزين نسمع منك حاجة للدكتور عبد الفتاح الطاروطي وخصوصا الساعة 6 الصبح دي بحب اسمع الآية دي قوي. دي في سورة فصلت. بسم الله. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. معنا ومعكم الدكتور القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. أهلا بك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بكم. يعني بارك الله فيكم في هذه المواهب الجميلة والأصوات العذبة التي نسعد عبر قناتكم المباركة. وأنا سعيد بهذا الصوت الندي الشجي. بس انا عاوز اقول حاجه. مش الشيخ محمود اللي كان بيقرا؟ محمود سرحان ان شاء الله. يا شيخ محمود الله يفتح عليك يا شيخ محمود. طيب هتقبل مني ملحوظه بسيطه جدا؟ تحت امرك يا دكتور. ده شهاده. حبا فيك وحبا في القران وتقديرا لك وان شاء الله دفعا ان تكون اعظم واجمل وافلى من ذلك. تمام. الحاجه يا شيخ محمود لما اجي اقول مسلمات مؤمنات قانتات القطع اللي احنا بنعمله ده بدون اكمال الادغام او 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 اكمال الاخفاء ده خلل. بنقول مسلمات مش مسلمات كده الادغام هنا ناقص صح؟ تمام يا شيخ محمود. تمام يا سيدي. لكن فانا عاوز انت عندك من الامكانيات النغميه انك تقولها بطرق مختلفه مش هي دي الطريقه الوحيده. تمام. اللي هتفرض نفسها عليا عشان اقولها واحس ان الغنة مش مكتمله. طيب يا فلابد. طب تسمح لي اقراها قدام فضيلتك تاني؟ قولها تاني يا حبيبي. اتفضل.
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قمة العظمة والجمال، وأنا أشهد لك بذلك يا شيخ محمود. أشهد يا مولانا، الله يبارك في عمرك. قمة العظمة والجمال، يعني ليس عيبا أبدا أن أنا أسمع أي نقد وأتفاداه، وتكون الطريقة البديلة دي هي الأفضل والأحسن والمحببة إليك أكثر من الطريقة الأولى. تمام إن شاء الله. أشهد يا مولانا. تمام يا حبيبي. لأن القرآن ليس مجرد نغم وفقط، لا لا طبعا. إنما لابد أن يكون اهتمام بالأنغام واهتمام بالأحكام. تمام خلاص. تمام. فلا نغلب شيء على الآخر، لكن صوت وتمكن وانتقال نغمي وخامة جميلة جدا. الله، أسأل الله أن يحفظ عليك النعمة والصحة، وإن شاء الله نشوفك كده من قرائنا اللي بنفتخر بيهم واللي بنبحث عنهم، لتكون دولة التلاوة في مصر دائما ممتدة ومستمرة وقائمة ولا يأفل نورها أبدا إن شاء الله. الأستاذ أحمد فتحي الشرقاوي ابن القارئ فتحي الشرقاوي مع حضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا أهلا بيك يا شيخ أحمد. الله يبارك في عمرك. أولا إحنا جايين في الطريق بقول له يا شيخ محمود أنت عايز مين يدخل فعاك في المداخلة؟ قال لي أتمنى أن الدكتور عبد الفتاح الطروطي هو اللي يكون معنا على الهواء، وحضرتك حققت أمنيته، وطبعا هو مبسوط جدا من اللقاء ده جدا، وكان عاوز يشوف حضرتك كمان، نفسه يشوف حضرتك. نفسي قناة الصحة والجمال من القنوات التي نحرص على مشاهدتها ومتابعتها، وكلما يعني طلب مني مداخلة في هذا البرنامج أصوات بلدنا أنا بكون فخور. شرف لينا يا دكتور والله. إن أنا بطمئن على أولادنا اللي احنا عددنا معهد الطروطي عشان خاطر يتبنى مثل هذه المواهب. احنا بنبارك لحضرتك في مسابقه بورسعيد اللي هي مقيمه حاليا في بورسعيد. تمام. احنا الحمد لله يعني اليوم هو اليوم الاخير في الامتحانات، استمرت الامتحانات 3 ايام السبت والاحد، وتكتمل بهذا اليوم الاثنين، وان شاء الله الثلاثاء يكون تكريم وتوزيع الجوائز، وتسجل هذه الحلقات لتداع طوال شهر رمضان على جميع القنوات الإقليمية والقناة الفضائية المصرية بإذن الله دكتور، وإن شاء الله نكون موجودين مع حضرتك في توزيع جوائز في بورسعيد بإذن الله. بإذن الله. تشرفهم وتنورهم وأهلا بيك، وقبل ما نبارك لك إن شاء الله وأنت الفائز الأول إن شاء الله في كلا المسابقتين، سواء المسابقة الدولية في وزارة الأوقاف أو المسابقة الدولية في بورسعيد إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. شكرا للدكتور عبد الفتاح الطروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي، شكرا لك. حاجة نفتخر بها أن يكون موجود معنا في مداخلة الدكتور عبد الفتاح الطروطي. طبعا طبعا شيخ الفتاح قيمة وقامة إن شاء الله عليه، ربنا يا رب يبارك في عمره والله. هنسمع منك بقى اللي حضرتك تحبه، أنا تحت أمرك. عاوزين نسمع الشيخ سيد متولي. سيدنا عم الشيخ سيد إن شاء الله اتفضل. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَا وَنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك شيخ محمود. طبعا احنا في بداية عام جديد وان شاء الله بنعمل مسابقة الصوت الذهبي كل عام ان
السنه دي ان شاء الله يبقى العام الثامن على التوالي ان شاء الله، وان شاء الله من ضمن المسابقين باذن الله، لان احنا بنجينا على مستوى مصر والوطن العربي. شرف لي والله، وشرف لنا ان تكون موجود معانا النهارده مولانا. ده انا شرف بحضرتك والله، ربنا يبارك فيك. عاوزين نسمع بقى صوت الشيخ محمود سرحان. نجيب جواب ولا جواب؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى عليك. ما شاء الله احسنت يا مولانا، يبارك فيك ربنا يبارك فيك. يا ما شاء الله حاجه ممتازه. انا هطلب من الشيخ محمود حاجه كده يجيبها لي كده، يا ريت يحاكي فيها الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. الشيخ محمد وانا ممكن ما اجيبوش قوي بس هنحاول يعني. حاول. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يفتح عليك. بنبدا العام الثامن على التوالي بصوت الشيخ محمود ويكون معانا في صوت بلدنا، حاجه بنفتخر بها. اخبار بقى مسابقه الصوت الذهبي مع احمد فتحي الشراوي مصر. احنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدا فيها من اول شهر رمضان الكريم، وطبعا احنا الرقم هيبقى موجود على الشاشه، اللي عاوز يتواصل معانا هيبعت لي مقطع صوتي على نفس الرقم، وان شاء الله باذن الله هنقدمه للبرنامج والمسابقه ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى جوائز باذن الله، يكون على الهواء مباشره باذن الله. باذن الله تعالى. حبيت اسمع من حضرتك الشيخ الشحات انور ومحمود الشحات انور، هم الاثنين ما شاء الله. رحمه الشيخ الشحات طبعا رحمه الله عليه، مدرسه محمود طبعا مدرسه الشحات ده مدرسه عريقه جدا جدا، ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. اللهم امين يا رب. والشيخ محمود دايما لما بسمعه بفتكر والده والله. فالخامه قريبه من بعض. تمام. فنحاول يعني على قد ما نقدر. اتفضل. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله الله يفتح عليك. أستاذ الأستاذ طارق، فضل. عايز أسمعه في الترتيل. نسمع الترتيل. في ترتيل عندك يا شيخ محمود بتقلب كويس في الترتيل يعني؟ أنا ليا كاريزمتي معينة في الترتيل. ولكن ممكن نحاكي الشيخ الحصري في الترتيل. تمام. توكل على الله. اتفضل. حضرتك بتحب الشيخ الحصري ولا؟ أكيد مني ما بحب الشيخ الحصري. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسن ما شاء الله. طبعا تقليد الأصوات بتحتاج منك مجهود طبعا وحفظ وسماع اكتر من مره. ده انت يعني ازاي ان جت لك الموهبه ان انت تقلد الاصوات دي كلها؟ اول حد يعني اسمع له يعني مش اول حد اتقنه كويس هو سيدنا الشيخ سيد سعيد ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. كان والدي دايما انا طبعا برفقه والدي على طول. والدي معاه تليفون طبعا مشغل على التليفون ده تكرار صوره توصف الشيخ سيد. الشيخ سيد خامت صوته وعربه وجواباته في الربع أول ربع من سورة يوسف من عند ألف لام را لعند فاستجبنا له فصرفنا إنه هو السميع العليم. ده كله أنا حافظ جميع القرارات وجميع الجوابات وجميع العرب اللي بيعملها. فربنا وفقنا إن احنا نقلده. الشيخ الحصري أنا ما سمعتوش شكلا صوت لكن صوتا. تمام. فده كتر السمع بسمع كتير. تمام. فده نسمع كتير اكيد هنقول كويس يعني الحمد لله. طيب عاوزين منك بقى القرآن الصغار الشباب اللي طالعين يعني تنصحهم بايه؟ اول حاجه للقارئ اللي عايز يحفظ او مبتدئ في حفظه يتعلم الاول لغه عربيه كويس. تمام. ويجد ويجتهد في الحفظ. وبعدين في عادة برضو غريبة ان بعض المشايخ بيحفظوا يومين في الاسبوع او يوم في الاسبوع. ما ينفعش ده قرآن. ما كانش يوميا يبقى عنده جدوله كده يوميا في قرآن وفي لوح جديد وفي مراجعة جديدة. ده يبقى ما ينفعش. تمام. احنا بناخد في الفرنساوي والانجليزي يوم في الاسبوع يوم ويوم يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع بالكتير قوي. القرآن ما ماليش دعوه بالكلام ده. لازم يوميا زي المراجعه. المراجعه يوميا ومسكت المصحف يوميا نسى بسرعه طبعا يسيبك. تحب تقول ايه يا استاذ؟ المفاجاه بقى الثانيه ان الشيخ محمود مش خريج ازهر. ان هو خريج تربيه وتعليم دبلوم زراعه. دبلوم زراعه يعني. فانا فوجئت بيه وهو بيقول لي ان انا خريج دبلوم زراعه. ما كنت متوقع ان هو خريج ازهر شريف. الشيخ محمود من الأصوات الجميلة. الله يكرمك. وأنا اشتغلت عليه الفترة اللي فاتت ديت قعدت أتكلم معاه وأسمع منه لغاية لما جبت هنا إن شاء الله البرنامج والحمد لله يعني كان عنده حسن ظن الجميع إن شاء الله. الحمد لله. وإحنا شرفنا بك شيخ محمود وإضافة قوية لنا في برنامج صوت بلدنا قناة الصحة والجمال. ربنا يبارك فيك وشرفتنا ونورتنا. تحب تقول إيه في نهاية حلقة؟ أحب أشكر القناة وأحب أشكر حضراتكم. كل الشكر وكل التنان وكل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم. وربنا يا رب يبارك في حضراتكم يعني. شرفتني ونورتني. الله يكرمك. وان شاء الله ما تكونش اخر مره باذن الله. تحت امرك باذن الله. شكرا للاستاذ احمد فتحي الشرقاوي المنسق الديني لبرنامج صوت بلدنا. انتظرونا قريبا مع الشيخ رضا عبد الغفار المتولي ابن قريه الملحه مركز المنصوره بمحافظه الدهليه. رضا عبد الغفار شحاته. ان شاء الله انتظرونا قريبا مع الصوت الجميل لرضا عبد الغفار ابن قريه الملحه بمحافظه الدقهليه. شكرا لكم وانتظرونا في حلقه قادمه باذن الله تعالى برنامج صوت بلدنا. كان معكم طارق غالي.